إذا كان المال هو هدف من يتنافسون على السلطة. ليس هناك ضرر من أن يكون هو أيضا هدف الناخبين التعساء. إن الثورات يدبرها الدهات وينفذها الشجعان، ثم يكسبها الجبناء. يمكن أن أقول لكم: ما إذا كان الرجل ذكيا من إجابته؟ يمكن أن أقول لكم: ما إذا كان الرجل حكيما من أسئلته؟